الله بيها طلع اسمه بالطيارة. خليه لعلى منك. Form up on me. لا في. تروح على يقطين من اولها لانه بكون في 30 واحد عند اليقطين. طب وين نروح؟ شوف سلاحه واطلع. شوف اليقطين طيب. بتجمع اليقطين بعطيك قروقة. طول السلاح لانه راح ينزل الحين مش واحد ولا اثنين، عشرة. يلا. اروحت. يلا قبل ما تلاقي اللعبة لانه اذا لا ليلت بتظلها ليل. انا لقيت شاتجن. واحد عندي واحد. طب اقتله. ايش اسلحتي؟ ما اسلحتي. هاي نزل رقم اربعة، عندي واحد انا كمان. عندي اثنين مش واحد. حلو يا زلمة انت تطلع يا افزعلك ترى ضيعت دقيقة على النكرة الحين. انا ضيعت سلاح الماء والله مسدس، والله مسدس ما ضرب بده رصاص والله. تعال تعال هان تعال تخبى. مشكلة طخيت طلقتين في البنبكش، المشكلة ما عندش دم. وطخيت في المسدس، قديش طخيت في المسدس؟ انا قتلته في المسدس. وشو مع معاه سلاح يا رار. ليه تاخذ معي بمبكش وتطلق حالك فيها؟ ولا قتلته؟ والله اسف. في ناس سمعت اللي يكفينا. يلا على فوق على فوق، بقول لك طلع على فوق يا شو اخي معبي دم. يا يلا فوق يا بس لميت لي شوية رصاص.
يا دنيا ضياء لا تقتل البقر متخبي ورا الشجرة. ها؟ هاي ضياء انا ما رضيت اقتله بدنا نصوم معاه تحالف انت قتلته. ضياء معاك طاقة تعطيني بدي بس 15 يعني اذا زادت معاك الحين فهمت؟ مشكلة ده قد استنى الحين فيها تتخلص. شحنة التوف لسه ساعة ثلاثة ضياء معاك شحن لسه 38 على بعديها. حلو 45 لسه الوضع مطول. واحد وخمسين اطلع على رقم اربعة جدها عايش تخيني ايوة ممتاز. Enemies ahead. Stop. شوف شو بصير معك. ابراهيم هات كرسي بلاش العب بلاش العب على التليفون وانا قاعد زي مليون بس يا ابن سير بلاش العب وانا اتمدد. Let's go. Go. Enemies ahead. Go. Enemies ahead. Go. ابراهيم هات كرسي. على مصاص دماء على حلو ليش بتشوف كل شيء كان من لعب النار. انا بلمت لك يا ضياء تعال علي تعال لميت لك نص واحدة يا ضياء تاخذها بس لميت لك يا ضياء شان اذا بدك شو هو
بتصوي الشحن. قد ايه صارت ببجي هذه تحت عند القنبلة عندك؟ فللت؟ اذا فللت ارميها زي القنبلة. اكبس ايوه ارميها ارميها رقم 4 رماها روح خذها خذها واكبس تحول اكبس على التحول حط التحول ايوه انت صرت رقم 4 تعال ايها طيب كل شيء استنى جمع لرقم 4 جمع خل نسوي خذ رقم 4 خذها معي طاقة تاخذ هاي 60 لا ما ترمي لا يمكن تجاهل الغرض تضبطش الرمى بسيطة هاي بنجمع لك بس لفيت وجهي وطخها بجنب رقم 4 اعطيني رصاصة بلاش معايا انا الحقني وين اين عندي الصندوق بدي اسوي له هذا وارمي عشان بالك طلع لي شيء ثاني الحين بدل الكروزة يا تاخذ هذا ارمي لك نص معايا معايا 100 هاي 50 اللي بيقرب عليها بطخ ضياء روح اشحن من هذيك روح اشحن من هذيك يلا هل في جروزة هاي جروزة حدا بده هي ما طلعش فيها تحول هاي ضياء اشحن تحول معاك تحول تعال اشحن هاي اشحن هاي خليه رقم 4 يصير زينة يلا او اذا بده يشحن هو يشحنها في غاد كمان منارة شحناش يا ضياء خليه هو يشحنها في هاي الفزاعة روح شحنها لسه روح الفزاعة هذي ضياء بدنا نفوز اللعبة هاي ولا مستصدمها على الفاضي انت كل ما طلع الفزاعة بفكرها حدا جاي علي شو صار معك رقم 4 جاهز ولا لسه بدك هاي فيه كمان نقطين ريحت بدها شحن طيب ليش رقم 4 مع رأيي بدها شحن اخر واحدة اشحنها وارميها اهلا هاي هاي اللي هان نقرب بس على الفزعة وما لا ابو قد يعبي ارميها على الارض اذا عبت هاي ارميها طب ماشي في هاي المنارة تعبيها اي في الضوء تعبيه اي اي ها اي على اللي يعطيني فوق اخيرا اي 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 هاي جاهزة تعال اشحنها
رميها رميها خلص. عمي شو نصيبك هذا؟ مش جاي لك تحول من مرة. اه الاخر هاي في هيك هاي رصاص لل في واحد هناك. في هناك واحدة بدها شحن. هاي جاهزة. Follow me. Fall back to safe zone.
Enemies ahead. Enemies ahead.